شيء السلام عليكم كلكم، الله معكم إن شاء الله تكون مسؤوليتكم هذه طيبة. وأنا سعيد إنه اجتمعنا كلنا مع بعض، يعني إعجاز. مين كان يحلم إنه من كم سنة كان يحلم إنه ممكن نجتمع هيك العالم من جميع بقاع العالم ورا شاشة وكلنا نتواصل ونتبادل الخبرات ونتواصل مع بعضنا؟ فممتاز الكلام. واللي حنعمله هلا يا سادة يا كرام، حأحكي بموضوع أنا بالنسبة لي شيق جدا وأساسي جدا، واللي هو شو هي قيادة الذات، ولشو موضوع قيادة الذات مهم. فاللي حأعمله حأحكي أول شيء على قيادة الذات، بعدين حننتقل منها للقيادة بشكل عام، بعدين حأفتح باب للأسئلة لمدة معينة لحتى إذا حدا عنده سؤال نتفاعل مع بعض ونزداد علما بخلال سياق المحاضرة هذه. إذا أي حدا عنده هي خطر على باله سؤال اكتبوه على جنب لحتى ما ننسى، لأنه أكيد حيكون في إفادة للكل. موضوع قيادة الذات مهم جدا، لأنه صعب واحد يقود الآخرين اللي ما بيعرفهم أو اللي بيعرفهم لحد معين إذا ما بيعرف يقود نفسه. فكيف يمكن الإنسان اللي يريد أن يمارس عمل قيادي أن يقود ناس غرباء، حتى لو كانوا ضمن عائلته، يعني بيكونوا يعني ولو أنه ضمن عائلته أو أصدقاء أو أقرباء، مش هم، يعني هم هدول مش هو، فبيعرفهم إلى حد معين. وفي أوقات كمان بالقيادة حتقود ناس ما بتعرفهم، إذا عندك مؤسسة كبيرة، إذا عندك عم تقود بلد، عم تقود مجتمع معين، فما بتعرف كل شخص. فكيف أنت حتقدر تقود ناس ما بتعرفهم إذا ما بتعرف تقود نفسك؟ فاللي هحكي فيه هلا كيف تقود نفسك، وكيف تنطلق من هالموضوع لقيادة الآخرين. رح بلش بالحالة اللي نحن بنولد فيها. نحن كلنا بنولد صفحة بيضاء مثل هذه اللي شايفينها هلا على الشاشة قدامكم، كومبليتلي تماما بيضاء، ما بنعرف شيء بالدنيا. وبنتعلم من خلال الوقت، نتعلم من أهلنا، نتعلم من بالمدرسة، نتعلم من المجتمع، ونتعلم من الشغل. كل هدول بيعلمونا، عقلنا بيتعبى معلومات وبنكبر مع هالعلم هذا. واللي بنوصل له بالنتيجة هي مبدأ إنه بالنتيجة حياتنا حتكون نتيجة قرارات اللي حناخدها. بالإنجليزي يعني your choices make your destiny، مصيرك يعني برضا رب العالمين بيتحدد بشكل كبير بموضوع الخيارات اللي انت بتعملها. فكل ما يكون خيارك صائب أكثر وفي حكمة أكثر وفي ذكاء أكثر، كل ما انت نجاحك بيكون بالحياة بشكل أعلى وأعمق، وتتمتع بهالمشوار هذه اللي بنعمله نحن على الكرة الأرضية الحلوة. خبرتك في هالحياة هذه، اختبارك لها بيكون أرقى وأفضل. فكل هذا يتحدد بأنواع الخيارات اللي بتعملها. في ناس بيعملوا خيارات تنتهي فيهم إلى الموت أو إلى السجن، في ناس تعمل خيارات تنتهي فيهم إلى قمة النجاح والبحبوحة والسعادة والشهرة والحياة اللي مليانة كلها صلاح. هلأ لتعرف كيف تاخد انت هالقرارات، لتعرف كيف تاخد خياراتك، لازم يكون عندك فلسفة توجيهية. بالانجليزي بيسموها orienting philosophy. شو يعني؟ يعني لازم انت تعرف الاساسات اللي عليها تاخذ قرارك لحتى تقدر تقيم اذا هالقرار حيكون صح ولا غلط، إذا هالقرار حيجيب النتيجة المبتغات ولا ما حيجيب النتيجة المبتغات. فأنت بدك أساس، مقياس، فلسفة معينة، وجهة نظر بالحياة تبني عليها لحتى على أساسها تعمل القرارات اللي أنت براسك. هأحكي هلأ حفوت في أول شيء هو شو هي الفلسفة التوجيهية هيدي الأورينتينج فيلوسوفي، اللي هي حتكون الأساس اللي على أساسه نحن منقيس ما هو صالح وهو غير صالح، أو ما هو يمكن أن يلبي طموحاتنا أو لا. بداية هالفلسفة لازم نفهم أنه كل بني البشر وكل المؤسسات والدول تقاد بهدف واحد أسمى، اللي هو المقياس لكل شيء. يعني كل شيء بنعمله بيروح بهالاتجاه.
واللي هو انه ان نستمر وننمو. هذا هو الاساس. فكل قرار بنعمله بالفطرة وبالعلم وبالحكمة مفروض يكون ان يؤدي لحتى نحن نستمر ولحتى نحن ننمو بالحياة. ونتيجة هالشي، نتيجة هالخبرة هذه، ونتيجة اختبارنا الحياة، ونتيجة الهدف الأسمى، الغاية الأسمى اللي هي أن نستمر وننمو، ومع اختبارنا الحياة مكتشف أنه الحياة غالية، جدا غالية الحياة. من كم يوم في أحد أصدقائي الله يطول عمر أهلكم توفت والدته عمرها بحدود 95، فلفتني كتير انه حتى هي بال95 متمسكة بالحياة وهي على الفراش، يعني مريضة، الله يشفي كل المرضى، عم تقول جيبوا لي طبيب انا ما بدي موت، الحياة حلوة، يعني بحرفيا هيك عم تقول ما بدي موت، جيبوا لي طبيب، ما بدي اترك الحياة الحلوة. تصور على 95. فالحياة غالية، ومنحس الاكثر شيء نحن بهالموضوع لما بكون مشاكل، لما بكون حياتنا بخطر، لما بكون بضيقة، بنحس قد ايه الحياة حلوة. لما بنسافر، لما نطلع على كل شيء حلو حوالينا، عيالنا، أولادنا، الناس اللي بنحبهم، الطبيعة. فمع هالمبدأ أنه الحياة حلوة والحياة غالية، في واقع تاني نحن نتعرف عليه ونكتشفه مع الوقت، اللي هو هي حلوة بس منا سهلة أبدا أبدا أبدا، مثل ما هلأ البشرية كلها عم تختبر هالموضوع. ففيها الفلسفة الأساسية اللي لازم نحن نتكل عليها، إنه الحياة فعلا حلوة ومشوار الحياة جميل، بس من الغشمنة أو من السجاجة واحد يفكر إنه الحياة سهلة. والحياة بتقلك إنه منا سهلة، لأنه من وقت لوقت بتعطيك شو، بتذكرك إنه في مشاكل بالأفق. فمثل ما عم نشوف بهالصورة إنه في برق ورعد اللي بيدل إنه في عاصفة جاي، نفس الشيء بالحياة، اللي بينتبه حتى إذا ما انتبهت لابد أنه في طريق واضح أنه جاي من هالطريق مشاكل، جاي وجع راس، جاي تحديات، جاي صعوبات. كل واحد بحياتنا لابد أنه مختبر هالموضوعات، واللي بتوصل نتيجة أنه الحياة مش سهلة، الحياة صعبة، وأنه موجة وراء موجة، عاصفة وراء عاصفة بتضربك الحياة. والعواصف أنواع، في أوقات تجيك عواصف ممكن أنت تتحملها وممكن تتغلب عليها، بس في أوقات كمان بتجيك عواصف، هذه بحياة كل إنسان بتفترسك العواصف هذه، تفترسك تماما تماما تماما. وفي أوقات بتشتي كلها عواصف، يعني أنا بعرف ناس بظرف سنة واحدة خسروا أحباء، خسروا شغلهم، خسروا فلوسهم، خسروا عائلتهم، وخسروا علاقاتهم، ومرضوا كمان، خسروا صحتهم. فعلا بعرف هيك ناس. فهذه كلها اجت بسياق سنة او سنة ونص. والمتعارف عليه اذا بتراقب الحياة بتشوف انه بحياتنا نحن كل حوالي 5 سنين لـ7 سنين شو في مصيبة جاي. هذه غير عن المشاكل اليومية، غير عن المشاكل اللي حتى يعني حجمها لا بأس فيه. عندك كل يوم مشاكلك، كل يوم في شرور وفي مشاكل وتحديات اللي هو جزء من الحياة، وعندك من وقت لوقت تجيك مشكلة كبيرة ضخمة، وبعدين كل 4-5 سنين، كل 5 سنين أو كل 6 سنين أو 10 سنين بتجيك كمان مشكلة اللي هي تفترسك، تفترس كل شيء حواليك، ووقتها بتخسر كل شيء. فبتجيك مع كل مدة المشكلة بتفترس، بتاكل كل شيء وكل شيء بيروح. بدياكم تتأملوا بس هالصورة، هذه صورة بعد تسونامي. هلا في كذا نوع تسونامي، في تسونامي عاطفي بدمرك عاطفيا، بصير حياتك العاطفية يعني على مستوى المشاعر مثل هالصورة هذه، في تسونامي اقتصادي او مالي بدمرك نهائيا، بتروح كل اموالك، البزنس تبعولك وشغلك كله بيروح. في تسونامي مثل هالصورة هذه بس بدمرك من ناحية العائلة، في تسونامي بالصحة بدمر صحتك، او اذا على الاقل مش انت، الناس اللي حواليك. فهذه الصورة ولو انه هي صورة بيوت مكسرة بتسونامي المي اللي اجا من البحر او من المحيط، بس اذا كل واحد بيشوف حياته او حياة اللي حواليه بيشوف انه كل كم سنة 4-5 سنين بغض النظر عن المشاكل العادية اللي نحن متصارع معها كل يوم، في ضربة كبيرة حتجي، وما حدا معصوم على هالموضوع، ما في حدا،
كل الدنيا هيك، كل إنسان هيك. اسأل أهلك، اسأل جدودك، طلع حياتك أنت، حتشوف إنه، أو حياة ناس اللي بتحبهم وبيحبوك، حتشوف إنه نفس القاعدة هذه تطبق على الكل، وإنه الحياة صعبة. It will be hard. الحياة حتكون صعبة. في ناس، يعني أغلب الناس بشكل من الأشكال حتتعذب، حتتبهدل، حتمر بصعوبات جمة. هلأ كل واحد طبعا حسب بيته، حسب طبيعته، حسب معطياته، بس هذا لا يعني لا ينفي أنه واقع الأمر الحياة صعبة. طبعا بحكي كل هالشي لحط الإطار العام لشو موضوع القيادة الذاتية، أساسي جدا لحتى نستمر وننمو، لحتى نبقى وننمو، مثل ما قلنا قبل، مثل ما حكينا أول شيء لما قلنا عن الهدف الأسمى. هلا في ناس، في ناس يعني الدنيا أشكال وألوان، في ناس عندهم غير نظرة بالحياة، نظرتهم إنه الأمور كلها ممتازة، كل شيء مرتب بالحياة، كل شيء بمحله، شو بده يصير؟ ما الأمور ماشية. فعندهم هالنظرة شوي بسيطة إنه يعني ماشي الأمور، بالعكس الحي حلو وضحك وسهر وأصحاب وأصدقاء ومن نجاح لنجاح، إنه ماشي الأمور بشكل ممتاز، وإنه الحياة فيها بالإنجليزي بسموه certainty، فيها يقين، وإنه يعني مثل ما مشينا لحديث هلا بنرجع بنمشي، إنه يمكن التنبؤ بها، وإنه الحياة فيها عدل، عادلة، وفيها وضوح. في هيك ناس، في هيك ناس بسيطين بيفكروا هيك، في ناس عندهم هالنظرة هذه تفاؤلية يمكن شوي زيادة عن اللزوم، بس في ناس بتطلعوا الأمور بهالإطار هذا، وإنه تترتب الأمور، إنه واقع إنه حظه واحد الإنسان حظه معه، وإنه لابد إنه عم يتعامل معاملة خاصة هذه اللي هو فيها هلا، صح، وإنه حتستمر الأمور، ما في داعي الأمور تتغير، وإنه في دائما استثناءات، ودائما بيكون هو صاحب الاستثناء هذا، انه اوكي الناس تانين عندها مشاكل، بس مش هذه، هذا مش قانون الحياة، وانه هو او هي هم استثناء لهالموضوع، او انه المشاكل بتصير بشكل استثنائي، بس قاعدة الحياة انه الامور حلوة. هلا اللي عنده هالنظرة يا سادة يا كرام، هو انسان للأسف ساذج، واحد، اثنين غير محصن نهائيا، وثلاثة انه الله يساعده ويعينه من الآتي، لأنه هذا الإنسان اللي معيش حاله بهالوهم، ولأنه ساجد وبسيط ونظرته بسيطة، فهذا الموضوع حيعمله عرضة للمشاكل اللي حتجي، وحيعمل بانيك، حيكون في عنده ردة فعل غير مدروسة، وما حيعرف يتعاطى مع الأمور، والمتوقع المنطقي لأنه مش مجهز حاله ومنه واقعي تجاه الحياة، حتصير أموره أسوأ بكتير، لأنه لم يستعد أو ما كان واقعي مع، ما كان ذكي بقراءة واقع الأمور. فاللي حيحصل هو إنه بما إنه نحن عم نحكي بموضوع الفكر القيادي بالنسبة لقيادة الذات، هو إنه دائما نبتدي نقطة البداية تبعيتنا هي دائما تكون الواقع، لأنه لحظة اللي أنت تنفصل عن الواقع خلص أنت دخلت بوهم، دخلت بخيال، دخلت بغشك لذاتك، دخلت بأنه يعني حاطت مثل النعامة، حاط رأسك بالرمل، أو عم تحلم هيك حلم اليقظة، وفي حالة نكران كامل وبعيد عن الواقع، وهذا الشيء خطر جدا جدا جدا، لأنه مش هيك الحياة. فنقطة البداية دائما لما بدك تمارس العمل القيادي بحياتك أو بحياة الآخرين، هو أنه تكون أنت شو واقعي، تقرأ الواقع بطريقة ممتازة ودقيقة وبكل جرأة، وأنت ما فيك تتجادل مع الواقع. بالإنجليزي بيقولوا you cannot argue with reality، ما فيك تتجادل، الواقع هو واقع، وأنه إذا تجادلت مع الواقع دائما حتخسر. يعني اللي مريض لا سمح الله، شو ما يعمل بجداله مع الواقع، في واقع، هو مريض عنده حرارة، جسمه عم يوجعه. اللي أفلس في عنده واقع، شغله راح، فلوسه بالبنك راحت، البزنس تبعه تدمر، احترق المعمل. اللي عنده مشاكل ببيوته نفس الشيء، في واقع واضح موجود فارض حاله، لا يمكن التفاوض معه، لأنه هو حقيقة. يعني إذا أنت أنكرته ولا لم تنكره، ولا أنت تعاملت معه ولا ما تعاملت معه، هو موجود، هذا ليس حلما. وبهالإطار اللي ناس اللي لما أنت بتكون عندك عم تتعاطى مع الواقع، خاصة الواقع الصعب اللي هو الأساس بالحياة، لأنه مثل ما بتقولوا وقت خلقنا
بني آدم شو في نكد صح؟ فهذا هاي طبيعة الحياة إنه الإنسان خلقان بنكد، إنه بعد بالقصص والأدب الديني في كل الأديان السماوية الكبيرة، إنه يعني حياة آدم وحواء بعد ما طلعوا بالجنة حسب هالقصص هذه وحسب هالفكر مصيبة، يعني في عرق جبينك تأكل أكلك وبالألم وبالكفاح. فحتى لو واحد الجاهل هالموضوع ما حيفيد، لأنه هو واقع أليم. فالنكران denial بالإنجليزي، إنه لا الأمور كلها أمورنا طيبة والأمور ممتازة وما في مشكلة كله تمام، ما رح يفيد. الهروب ما حيفيد، لو سافرت، لو غيرت بيتك، لو غيرت شغلك، لو شو ما تغيرت بيتك، إذا عندك مشاكل جوهرية ما حتفيد لأنه حتلحقك. لوم الآخرين ما حيفيد، الأعذار كلها ما حتفيد لأنه أطلع مليون عذر ما حتفيد، الشكوى ما حتفيد، عقلية الضحية إنه أنا حرام وليش الدنيا هيك والدنيا ظلمتني ما حيفيد، لأنه هذا الموضوع هو قاعدة وواقع على الكل، هذه كله ما حيساعد. مثل ما عم تلاحظوا أنا شوي اللي عم بحكي شوي في الصورة قاتمة وسوداوية، بس بدي أوصلكم لنتيجة، لأنه الفكر القيادي دائما قيادة الذات وقيادة الآخرين ينطلق من موضوع شو؟ ينطلق من موضوع يا سادة يا كرام، أنه واقعنا أليم، واقعنا مرير، واقعنا صعب، كيف نحن نمارس القيادة بذاتنا أو مع الآخرين لحتى نتجاوز هالواقع. فمشان هيك نخطط البداية لازم دائما يكون أنه ممكن نخلق واقع أفضل من واقعنا اللي نحن اللي فيه، وأنه طبيعة الحياة كلها مشاكل، بيطلع لك شوية فرصة من هون، شوية فرصة من هون، تاخذ لك شوية بريك، إجازة من هون، تمرق. بس بأغلب الأشكال طلع حواليك، طلع بحياتك، طلع بحياة الناس اللي حواليك، قد ما يكون عندك بحبوحة، شو ما يكون عندك فلوس، يعني أغلب حياة الإنسان هو القلق anxiety، وأغلب ما تبقى هو كيف تعاطى ويخفف شوي هالقلق مع بعض من لحظات الفرح والسلام هذه إذا أنت حظك منيح. هلأ ليش هذا الموضوع يعني ما بيستاهل حتى النقاش؟ ليش هالموضوع ما بيستاهل حتى يعني التفاوض عليه؟ ليه؟ ليه؟ ليش نحن لهالدرجة يعني واثقين من اللي عم نحكي؟ لأنه حبيبي أنت أصلاً ضحية، أكيد أنت ضحية، كلتنا نحن ضحايا. لألا كيف ضحايا؟ نحن ضحايا لأنه من وقت ما خلقنا موضوع القصة منتهية واضحة، يعني نحن بنعرف كيف هالمسرحية حتخلص، بنعرف نحن كل هالفيلم هذا كيف حيخلص، بنعرف هالحلقة هالكتاب كيف حيخلص، انه كلنا نحن رح نموت، كلنا حنموت، فواضحة الخبرية. واذا مش انت ومش بس انت، اللي حواليك كمان حتنتهي حياتهم، فنهاية هالمسرحية ولو انه فيها يعني بعض الضحك، في ناس كمان الله يزيد عليهم الكثير من الضحك، بس نهايتها معروفة، الطبيعة كلها ضدك. اطلع بالمراية سنة بعد سنة، اطلع بصورك، نحن عم نكبر، التجاعيد عم تكبر صح؟ جسمك، شوف جسمك، الميكروبات اللي بالجسم واللي بحواليك ليل نهار شغالة لحتى تفتق بهالصحة هذه، الزلازل، التسوناميز، الطقس الصعب، الطبيعة القاسية، كل هذا جزء واقعي من الحياة، الحروب، الانهيارات الاقتصادية، الخيبات الأمل، المشاكل، وكل واحد منا نحن عنده حصة من هالموضوع. فأنت يا صديقي العزيز بشكل يعني 100% ضحية، لو شو ما تحسبها أنت ضحية، وأنه الحياة منا عادلة، أكيد ضحية، طلع بهالصورة. الله يحافظ على أمن البلاد اللي ما فيها مشاكل، الله يحافظ على أمن بلادكم، اتمتعوا، بس الدنيا مش كلها هيك، اللي عايش بجزيرة من الفرح والسلام والبحبوحة الله يزيد ويبارك، بس الدنيا مش كلها هيك. اتفضل شوف هالصورة، في مئات ملايين الناس ماتت بالقرن الماضي من الحروب، وهلا تطلع حواليك الناس يعني شمال ويمين عم بتموت، أوبئة، حروب، مشاكل، فأكيد أنت ضحية، أكيد أنا ضحية، أكيد أخك الإنسان، الأخ الثاني للإنسان ضحية، هاي طبيعة الحياة، وأنه الحياة من عادلة. شوف ما أحلاها الصورة، عم تلعب لعبة وعايشة على الأكسجين، الحياة من عادلة، هاي طبع الحياة من عادلة. تفضل، هذه الصورة أخذت 10 دقائق أو ربع ساعة، صورة حقيقية هذه قبل ما هالطفلة هذه توفى، مين أخذها؟
أبوها أخذ الصورة. يعني أنا آسف عم بعطيكم واقع مرير، بس هذا الواقع المرير هو المبرر الأساسي والداعي الأساسي لأنت تقود ذاتك لحتى تعرف تتصارع مع الواقع، مع طبيعة الحياة هذه، وتتغلب عليها وتعيش لك كم يوم حلوين أنت واللي حواليك. مشان هيك موضوع القيادة الذاتية مهمة، لأنه تفضل شوف الصورة هذه، إذا ما حصلت لألك هتحصل لجارك، إذا مش لجارك لجيرانك، وأنا أكيد أنتم بتعرفوا حدا من حواليكم، أحد أولاده أو الناس عزيزين عليه هن بهالحالة هذه، فأكيد الحياة صعبة 100% 100%، الحياة ليست عادلة ولن تكون عادلة. تفضل، بنت عمرها قديش؟ بعمر الورد عمرها قديش؟ عمرها 6 سنين، 7 سنين، 5 سنين، عم تساعد أخوها اللي كمان معه كانسر، لأنه عم يراجع، عم يستفرغ من الدواء ومن الأدوية الصعبة اللي عم ياخدها. شوف شوف، بس طلع الصورة هذه بتهز الإنسان من داخله. فالحياة عمرها ما حتكون، عمرها ما حتكون عادلة. تفضل، هاي مثال تاني. شو هو هذه الأمرة اللي كمان حدا بعائلتها أو جوزها أو حدا بتعرفه، يعني الله أعلم مين بالعائلة أو بالمجتمع، بشوف كيف القساوي عليها، وهي مزبوط وجهها فيه كله يعني لكمات، بس في ناس وجههم ما فيه لكمات، وجههم واضح وسليم بس قلبهم كله مقطع، عواطفهم محطمة، لأنه في ناس عم تجرحهم بالصميم، بالكلام القاسي، بالمعاملة المش منيحة. فهي طبيعة الحياة، وين العدالة؟ شوف الصورة شو مكتوب. Once I was like you، يوم من الأيام أنا كنت مثلك، عايش ببحبوحة وبأمان، وكان في فوق راسي بيت وعندي شغل وسيارة وعائلة حوالي، بس ضرب تسونامي، هذا حظه، ضرب تسونامي حياته. لا الله أعلم شو سبب، نحن ما حدا مفروض يحكم على التاني لأنه مش شغلنا نحكم على الناس، بس هذا واقع أليم. فالحياة من عادل ولن تكون عادلة ولن تكون، الاقتصادات حتنهار، البزنس حيروح، إذا ما صار هلأ بعد سنة حيصير، بعد 10 سنين حيصير. ما في حدا بحياته فتح بزنس والبزنس ما أكل ضرب يوم من الأيام، ما في بلد في مشي بحركة اقتصادية ما أكلتها ضرب يوم من الأيام. من 2008 هاي بهال، من 2008 اتفضل الوضع الاقتصادي انهارت كل الأسواق، ب 2008 الناس خسرت مليارات ويمكن تريليونات دولارات، وقبلها وقبلها وقبلها، والبلدان اللي حواليك وأسعار النفط. فالحياة من عادلة بهالطريقة، نحن مش عايشين نحن في جنة هون، وضعنا صعب، هي شركات بتسكر عشرات ومئات الآلاف، نحن عم نحكي هلأ في عشرات ومئات الآلاف الشركات عم تسكر. كنت عم بقرأ تقرير لأحد لرئيس يمكن بنك الدولي، عم يقول إنه أو عم تقول مش عارف مين كان عم يحكي، إنه مشغول بالهم كتير على إنه الناس اللي عندهم مؤسسات صغيرة، كيف هاد الناس هدول كيف وضعهم حيكون صعب، وكيف هالناس هذه حتخسر لأنه بزنس حيتسكر، وناس شغل سنين حيروح دعان، اللي بنوه بسنين حيروح دعان. فالحياة من عادلة والناس حتطلع من أشغالها. في كتير من اقتصاديات العالم خاصة بأيام الأوبئة والأمور الأيام الاقتصادية الصعبة، شو بتشوف؟ ناس بالألاف بل بالملايين عم يخسروا أشغالهم، بس افتح الأخبار وبتشوف هالشي. Life is not fair، الحياة منا عادلة، منا عادلة. الظلم، ما تسأل عن الظلم بالتاريخ إلا ما يطلع لك حدا. في أوقات الدول بتطلع بتظلم أبنائها، في أوقات بيطلع لك مدير بيظلمك، في أوقات بيطلع لك حتى أهل بيظلموك، أهل بيظلموك. طلع حواليك وشوف، يمكن بعائلتك أنت أو بيب أو ناس حواليك بعيل تاني، أصدقائك أو أقربائك أو ناس بتعرفهم بشكل كتير كبير، كمان بتشوف إنه مش ناقصهم مشاكل، همهم بكفيهم، أيومهم أيامهم صعبة هلأ. فمشان هيك يا صديقي وأصدقائي وصديقاتي، بقول لكم يا إنه نحنا حملنا ثقيل، حمل بني آدم ثقيل، حملنا تقيل. شوف أيامنا هلأ قديش صعبة، خلي يحكوك على أيام أجدادك، والدك أو جدودك قديش كانت أيام صعبة. نحن مرقنا من 50-60 سنة ببحبوحة هي فريدة في التاريخ، ونحن محظوظين جدا أنه موجودين هلا في أحلى فترات التاريخ. بس هذا لا يعني أنه الحياة مش صعبة، هذا لا يعني الحياة مش صعبة، وأنه كل واحد منا حمله ثقيل. وموضوع أنه تكون عندك موقف بالحياة، أنه يكون عندك سخرية منها، يمكن تفيدك شيء كم دقيقة، يمكن يوم يومين ماشي الحال، بس هذا ما حتغير الواقع. وموضوع العدمية انه اوكي، انه بالنتيجة انه في عبثية وفي عدمية في الموضوع، انه بالنتيجة كله رايح. شو بتقول يعني اذا ابنك صاخن بتقول له بابا ما تعتل هم، بالنتيجة كلنا حنموت، هذا حل؟
ولأنه في مشكلة بالشركة أو بالبلد، بتقول خلص ما هو 4-5 مليارات سنة كمان العالم كله، الكرة الأرضية كلها حتنمحى. هذا مش حل، لا السخرية حل ولا العبثية حل ولا العدمية حل ولا الهروب حل ولا النكران حل أبدا. الحل أنه أنت يكون عندك الجرأة لحتى تعترف وتشوف أنه في عندك حمل ثقيل. مش بس حملك أنت ثقيل يا سيدي الكريم ويا سيدتي، مش بس حملك ثقيل، أنت هلأ عم تحمل كمان حمل ناس تانين. You're clearing other people's mess، عم تتعاطى مع ناس تاني، مع مشاكل ناس تانين زتوها عليك، إن كان بالعائلة إن كان بالمجتمع إن كان بالشغل، عم تتعاطى مع كل هذا. هذا كله موجود بصحنك اليومي، فبتوعى كل يوم في مشاكلك أنت، بتوعى كل يوم في مشاكل الناس اللي بيهموك أو اللي هن جزء من حياتك، كمان هذا بصحنك اليومي بدك تتعاطى معه. بالإضافة لكل هذا كله، في غبائنا نحن الشخصي، غبائنا والفوضى اللي نحن بنعملها بحياتنا وشرورنا نحن اللي بنعملها، لأنه بين النفس أمارة بالسوء. ما في حدا ما عمل ما مخبص بحياته، ما في فوضى بحياته، ما في مشاكل بحياته. فبالإضافة لأنت واقعك أنه أنت حامل تقل، كنت حامل عائلة، حامل ناس مرضين، حامل مسؤوليات صعبة، حامل مشاكل، صح؟ وضع خاص فيك. بالإضافة لهذا زيد عليه مشاكل الناس الثانيين اللي بيهموك، اللي مضطر أنت تساعدهم لأنه يمكن أن يجي من عائلتك أو بمجتمعك أو أنت بتشتغل معاهم. أضف على هذا كله يا شباب المشاكل اللي أنت تصنعها من جهلك ومن غبائك أوقات أو التهور والفوضى اللي واحد كل واحد منا بيخلقها، لأنه ما في حدا كامل، ولأنه في كتير أوقات ناخد قرارات بتزيد مشاكلنا وبتزيد همنا هموم. فما فيش مجال للكلام أنه كل واحد منا مثل الشجر اللي عم تشوفها لابد أنه حيجرح، الحياة حتجرحه، you will be scarred، حتصاب بالجروح والندوب اللي حتعلم حياتك لمدة طويلة من الزمن. وعم تشوف مثل بالصورة، مش شجرة شجرتين، ما في شجرة بالعالم ما فيها عقدة، ما في شجر، ما في حدا مش قلبه مجروح او مضروب شيء، عواطفه او كرامته او 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 شخصيته من ناحيه اي، يعني بوحده من النواحي في مجال من المجالات، الا ويعاني. فهذه هي الحياه، الحياه هي مثل ورق اللعب، الله اعلم شو بيجيك. لما نقعد نحن بنتسلى ورق اللعب بتعرف الله اعلم شو بيجيك، وهذا ما عندك سيطره عليه. الله أعلم، بتخلق العائلة فيها وراثيا بعض الأمراض تأخذه أنت، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فهيك من حيث لا تعلم استلمت هاي هدية لما خلقت وأنت مش عارف أنه هذه خلقاني معك، أو ولدت بوطن الله أعلم كيف شكل الوطن، أو اشتغلت شغل أو عم تربى مع أهل، يعني كلهم مشاكل خلقت اجت معك هذه الورق اللعب هذا اللي ما عندك سيطرة عليه. أفضل ما فيك تعمل، أفضل ما فيك تعمل بهالمجال، أفضل ما فيك تعمل بهالمجال هو شو؟ هو إنه to give it your best، تعمل قصارى جهدك. هذا الوحيد اللي فيك تعمله، هذا الوحيد اللي فيك تعمله حسب الورقة اللي بتجيك. بعدين بالورقة اللي عندك بتفتحهم هيك بتشوف أوكي أنا كيف فيني أعمل ألعب أفضل وأزكى لعبة ممكنة، ما أعمل فيها أغلاط لحتى ضلني باللعبة ولحتى ما أطلع أو لحتى ما أخسر وما أتعذب. وحتى لو عملت أنت أفضل ما عندك، حتى لو عملت أفضل ما عندك، مش ضروري الأمور كلها تكون ماشية. هذا مبدأ كثير مهم، هو صعب وأنا ما بحبه هالمبدأ، بس هذا واقع الأمر. حتى لو أنت ماشي على الصراط المستقيم، عم تعمل أفضل ما عندك، أزكى قرارات وأفضل ما يكون، ما في ضمانة أنه أنت محصن، ما في ضمانة. خوض بهالأوبئة اللي عم تحصل والمشاكل الاقتصادية والحروب والمشاكل السياسية ومشاكل بالبلدان اللي عم تحصل، بتبني بزنس لسنوات بتحط قلبك فيه، بعدين بيصير ظروف بتضطر تسكر البزنس لذنب مش ما لك خاصة فيه، انت ما لك علاقة فيه، وكله بيروح مع انه انت ما شغال يعني على البكلة، شغال بقمة الذكاء، شغال بقمة الإبداع، كل شيء عامله مظبوط، ما في عليك لوم. بس هذا مش معناته انه مضمونة حياتك، لا ابدا مش مضمونه. ممكن تكون شغال 100% و500% من جميع النواحي، فكريا اخلاقيا ادبيا نشاطا كل شيء، كل قرارات سليمه، كمان تطلع الحياه معاكسه لاسباب ما انت عليك ما لك سيطره عليها. هل معنى الكلام انه نحن نغير اسلوبنا، نحن ناخذ اساليب ملتويه؟ ابدا لا،
لانه بتضل انه الشغل الصح هي الاستراتيجيه الافضل وهي الفرصه الوحيده اللي عندك اياها لانت ترجع تبني حالك بعد ما تكون حياه صعبت عليك. فاستراتيجيه انه لا حول ولا قوة، أنا ما بيطلع بإيدي شيء، اليأس والعجز والشكوى وهدول واللوم والمشاعر السلبية، هذا كله ما حيساعد، ما حيساعد، هذا كله it will not help، ما راح يساعد. جربها وشوف، ما راح يساعدك. اللوم ما حيساعد، المشكلة حتضل موجودة. اليأس ما حيساعد، المشكلة حتصير أكبر، صح؟ العجز، الشكوى لغير الله، مزلة، ما كله ما حيساعد، كله ما حيساعد. تنطر انه حظك الامور تتغير كمان ما حيساعد، هذا كله ما حيساعد. اللي ناطر ان تنطر حظك هذا منه خيار، هذا منه خيار ذكي انه واحد ينطر حظه، ولا بكره بتغير الامور حظنا بيصير احسن. يمكن حظك يصير منيح، بس هل هي الاستراتيجيه الافضل؟ ابدا. هلا بعد ما حكيت الكلام كله شوي يمكن كان صعب عليكم وعطاكم نظرة شوي سوداوية للأمور، بس لا يعني بغض النظر لأنه نظرة واقعية، شو بنعمل؟ ما هو الحل؟ ما هو الحل من منطلق قيادة الذات بهالواقع الأليم اللي نحن عم نحكي فيه؟ ما هو الحل؟ شو بنعمل لما الدنيا هيك؟ لما الدنيا مشاكل وتحديات ومرض وحوادث سير وحرائق ومصايب وانهيار اقتصادي وحروب واخبار عاطله وخيانات واصدقائك بيطعنوك بالظهر واهل بيتك بيعاملوك بالسوء بياكلوا حقك، شو بتعمل بهالموضوع؟ ولما الدنيا ظالمه وقهاره شو بتعمل من منطلق القياده الذاتيه؟ شو بتعمل؟ في خيار واحد ما له نتيجه، ما له بديل. There is one choice. في خيار واحد، استراتيجيه واحده ما لنا بديل لها، وهي صلب موضوع قياده الذات، وهي انه ان تكون قويا. هلأ هذا الكلام صعب، خاصة الناس اللي صار لهم سنين عم يناطحوا وعم يحاربوا من مشكلة لمشكلة، من مصيبة لمصيبة. في كتير هيك ناس، في كتير هيك مجتمعات، في كتير هيك أشخاص. بس شو الخيار التاني؟ إنه تستسلم؟ ما فيش مجال. يجب أن تكون قويا. بأي معنى أن تكون قويا؟ أن تكون قويا بشكل أنه تكون أقوى من الواقع، أقوى من الواقع اللي أنت فيه. هذا معناته أن تكون قويا. شوفوا هالصورة، ما عنده اجرين وما عنده ايدين، انتم عارفين الشخص، هي تجوز وتغلب على كل مشاكله، وكم مره كان بده ينتحر وصار عنده هذا ابنه. فيجب ان تكون قويا اقوى من الواقع، وانت وانا فينا نعمل هالشيء. طالما الشخص اللي بالصوره بالرغم من المصيبه اللي هو عايش فيها، المصيبه اللي هو حياته كلها قضاها خلق بلا ايدين واجرين، عمل هالشيء، انت وانا فينا نعمل نحن هالشيء. وي كان دو ذات. انت اقوى من الواقع بالرغم من هالمشاكل الصحيه اللي عنده اياها، شوف اي رياضه عم يمارس. انت اقوى من الواقع، كل جسمه محروق. شو ما يكون واقعك اليم، قد ما يكون صعب، قد ما تكون انت في الحضيض، يعني تقريبا وصلت لحد الياس، واللي عم يصير كله ظلم وتعبت وما عندك بقى خلق، يعني بتوع الصبح ما فيك تطلع من الفراش، قد ما تكون. وياما ناس بهالوضع وتعبوا من كتر ما عم يحاربوا، تعبوا قد ما عم يطلعوا هالطلعه هذه، كفاح كفاح كفاح، بيحلوا مشكله بتجي مليون مشكله تانيين، واغلبيتهم ممكن مش ذنبهم، وفي جزء منهم كمين ذنبهم. بس اللي بيقول لك يا طبيعه الانسانيه، نحن طبيعتنا ممكن، نحن عندنا ما يكفي من القوه من منطلق قياده الذات ان انت تكون اقوى من الواقع تبعولك. ما عم بقول اقوى من الحياه، اقوى من واقع تبعولك. في فرق كتير مهم. اقوى من الواقع، تفضل، ما في ايدين، عم تسوق عندها رخصه رسميه بسياقه بالطيران، اقوى من الواقع، ما عندها اجر، باجر اصطناعيه طلعت جبل على قمه جبل ايفرست، اقوى من الواقع. ليش عم بفرجيكم هالصور؟ لانه هدول صور مش ناس من الفضاء، هدول ناس مثلي ومثلك. فاذا هم فيهم يعملوا هالشيء، اذا هن فيهم يوقفوا على عجريهم وياخذوا ضربات الحياه وياخذوا هالعواصف اللي عم تيجي ضربه ورا ضربه ورا ضربه، مثل موج البحر والتسونامي والزلازل والخيبات الامل وصعوبات الحياه اللي هي على كل الناس، على 7.5 مليار او 8 مليار شخص راح نصير قريبا، صح؟ واذا فيهم يعملوها، فيك انت تعملها. ليش فيك تعملها؟ لانه هذا معنى انه يكون انسان بني ادم. To be a human being، هيك معناها ان تكون بني ادم، هيك معناه، معناته انه انت مجهز بالفطره
بالفطرة طبيعتك هيك البشرية، انه شو ما تكون المشاكل اللي حواليك، قد ما تكون صعبة قد ما تكون صعبة ممكن انت تتغلب عليها، شو ما تكون صعبة ممكن تتغلب عليها. اتفضل، هذه صورة انا بحبها الصورة كتير، هذه شجرة من الاشجار، هو في لبنان دائما بروح بزورها انا هالمنطقة هذه. شوف هالشجرة، هذه شجرة مفخون، شجرة طولها يمكن 10-15 متر، 20 متر كمان يمكن، شامخة مفروض تكون. شوف الحياة كيف ازلتها وضربتها وجبرتها تحط جبينها في الارض، بس لما بتروح على الشجرة هذه بتطلع محل ما هي لامسة الارض، محل ما حاطة جبينها على الارض، بتشوف انه بهذيك النقطة بالزبط اللي هي مفروض تكون نقطة الزل والعار والانكسار، شو عملت؟ عملت جذور جديدة واينعت، واذا بتروح بالوقت المناسب بالسنة بتشوف انه هالشجرة هذه حاملة ثمار، ازلتها الحياة بس رجعت انتعشت، ومحل ما هي انهانت وحط جبينها بالارض رجعت عطت جذور تانية وبلشت تعطي كمان وبتعطي ثمار اقوى من الحياة. تفضل، هذه صورة انا كل ما اشوفها مشاعري كلها بتنهز. اللي عنده اولاد بيعرف هالكلام، يعني بيحس معي مثل ما عم بحس، حتى اللي ما عنده اولاد كمان احبائه ممكن كمان يحس نفس الاحساس. بنت شو عمر، شو ذنب هذا، شو ذنبه الطفل هاد، شو ذنبه يمرض هالمرض، وشو ذنبها باخته اللي هي عمرها 5 سنين او 6 سنين او يمكن اقل كمان. تشوف، شوف كيف لامسه ظهره، شوف الحنيه، شوف المسؤوليه. هذه ماما قبل ما تصير ام، لسه هي عم تمارس دور الام قبل ما تصير فعلا ام. شوف 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 شوفوا كيف عبقريه هالصوره ومعناها، معناها العميق. شوفوا هالشخص هذا اللي هو من احد اهم علماء الفضاء والفيزياء، اللي كمان عاش 75 سنة، توفى مؤخرا من كم سنة، وصار من أهم العلماء بالعالم، غير كثير مفاهيم. هو كان وراء الكلام عن الثقوب السوداء، يعني مع أينشتاين والناس التانيين. فاللي بيقولكم يا أنه صح، أول حقيقة بالحياة أنه الحياة صعبة، هذا ما فيش بحث فيه، واللي بيحكي أنه الحياة سعادة وسعادة هنا والحياة حلوة بس نفهمها فلان، حبيب ممتاز مبروك عليك، بس لا تنسى كمان تكون واقعي وتطلع اللي حواليك. فهذا واقع أنه الحياة صعبة، بس في واقع تاني أهم منه وأشد منه كمان صراحة وقوة، اللي هو أنه نحن أنا وأنت أقوى من هالواقع. وقد ما يكون صعب، قد ما يكون صعب، فظاعة الإنسان، فظاعة من خلال قيادة الذات. قد ما يكون وضعك صعب، يعني ضرب مشاكلك هلا، ضرب 20، ضرب 100، ضرب 100 ضربها وتخيل اللي يحصل اللي ما ممكن تتخيله، صح؟ وهذا اللي عم يحصل، لأنه شوف الدنيا هلا اللي ما ممكن تتخيله عم يحصل، عم نعيش كأنه بالخيال. بالرغم من هذا كله كمان أنت كونك إنسان، صح؟ ممكن شو تعمل؟ ممكن تتغلب على شيء من خلال القيادة الذاتية. هلا كيف تمارس القيادة الذاتية؟ هذا موضوع تاني، في تفصيل تاني أكثر عنه، يمكن بحلقات تانية بنرجع نحكي عنه بالتفصيل الممل، بس الأساسي بس حاعطيكم بس رؤوس الأقلام. لحتى أنت تحصن حالك يا سيدي ويا سيدتي بوجه الحياة، بوجه واقع الحياة هذا الصعب، بدك تعلم حالك، بدك تتعلم، بدك تحصن، بدك تبني هالحيطان حواليك، بدك تبني هالسدود ضد المشاكل، بدك تسد المناطق اللي عم يجيك فيها الريح، النقاط الضعف اللي فيك بدك تقويها، بدك تمتلك معرفة، بدك تمتلك حكمة، بدك تمتلك إدراك، بدك تفهم، بدك تتعلم لحتى تحصن حالك، لحتى كيف ما تجيك الضربة أنت في وضع أنه ممكن تستوعب الموضوع وترجع توقف على رجليك من أول وجديد. وأنا من خلال عملي بالفكر القيادي اللي هو من 30-40 سنة، لأن طول عمري أنا مهتم بموضوع القيادة، كان الذاتية والغير الذاتية، كيف تقود الجماهير والشعوب والمؤسسات وتقود نفسك، وألفت حوالي 12 كتاب على هالموضوع. من خلال عملي في هالموضوع وأبحاثي في هالموضوع في أكبر جامعات العالم، وصلت لموديل لإطار ممكن هو يكون مفتاح لحتى أنت تحصن حالك. والموديل هو التالي، أنه تفهم، اللي هو مبني على الإدراك والعلم والفهم. أول شيء تفهم نفسك بكل مشاكلك، بكل جرأة، بكل مشاكلك تفهم نفسك، قوتك، ضعفك، أهوائك، النمطية اللي عندك إياها بتفكيرك، نمطية تصرفاتك، كل هذا لازم تفهمه، وهذا حدث ولا حرج، لازم واحد يشتغل عليه ليل نهار. تاني شيء إنه تفهم الآخرين، ليش؟ لأنه جزء كبير من مشاكلنا
هو مشاكلنا بيننا وبين نفسنا، بس الجزء الثاني الكبير هو مشاكلنا مع الآخرين. فأنت كيف حتعمل تبني علاقات ممتازة أو صحية أو بناءة مع الآخر إذا لم تفهم الآخرين؟ وفي عنا هون فجوة كتير عميقة في الموضوع. ثالث شيء إنه تفهم المنظومة، شو السيستم، منظومة العائلة تفهم عائلتك، منظومة الشغل تفهم الشغل، منظومة المجتمع تفهم المجتمع. أي مكان أنت فيه هو جزء من المنظومة، هاي تفهم شو هي طبيعة هالمنظومة هذه. منظومة بلادك غير منظومة بلاد غيرك، منظومة بلاد عائلتك غير منظومة بلاد منظومة عائلتك غير منظومة عائلة أنسبائك أو زوجتك أو زوجك. فكل هذه منظومة هالمؤسسة غير منظومة هذه المؤسسة. كل عائلة قوانين لازم تفهمها لأنه أنت عايش فيها، وأي غلط بتعمله اللي ناتج عن عدم فهمها حتدفع ثمنه وحتزيد مشاكل، صعوبة المشاكل عليك. ولازم تفهم منظومة السلطة كمان. ليش؟ لأنه ما في مكان بلا سلطة، هذا أساسي. والخامس، خامس أساس في هال في هال في هالفورمولا هذه، في هالاستراتيجية هذه، استراتيجية القيادة الذاتية، هي إنه تفهم شو تمتلك مهارات القيادية. فإذا أنت قضيت وقت وفهمتهم هدول بتكون أنت حسنت حالك لدرجة كبيرة لحتى تمارس العمل القيادي بحياتك وتمارس العمل القيادي بعدين بحياة شو؟ بحياة الآخرين. هلا انا عاده بعمل، طبعا انا يعني عم بظلم شوي الموضوع لانه عاده بعمل كورس هو يمتد لاربع ايام، كثير ناس يعني الاف الناس حضروا، الاف الناس حضروا، يعتبر يمكن من اكثر البروجرامز، اكثر الدورات او الكورسز يعني كثافه، كذا ساعه في النهار، وفي بعض الاخوه اكيد اللي عم يحضروا حاضرينه. فاربع ايام كل يوم 15 16 ساعه مكرسه لنفهم هالموديل، هالفورمولا اللي عم تشوفوها هدي انتوا على الصوره، لانه هي اساس بانت تحسين نفسك لحتى تمارس العمل القيادي بحياتك وبحياة الاخرين. الشيء اللي لازم تعمله كمان انه تحاصر نفسك بناس اقوياء، دائما حاوط نفسك لانه قوتهم بتجي لعندك، لانه بيسندوك، كل واحد منهم بيسندوك. بدك تشوف الصوره، شوف الصوره، الاشجار كيف كل شجره مسنوده من تحت بمجموعه اخشاب دعامات لحتى تدعمها بهال العواصف الفصول الصعبة اللي عم تحصل. ولازم ضروري نحن نحاوط نفسنا مع هالنوع من الناس، وضروري كمان نشيل من حياتنا الناس اللي عندهم مساهمة عكسية، يعني الناس اللي بيزعجوك، الناس اللي بيضروك، الحساد اللي بينووك نوايا سيئة، لأنه مش كل واحد حواليك بيحبك، ولو أنه في كثيرين يظهرون هالشي. مش كل واحد يفرح لنجاحك، مش كل واحد يتمنى لك الخير، مش كل واحد يرقص ويسعد لكل إنجاز جيد أنت بتعمله، مش كل واحد حيكون عندك صديق في وقت الضيق، بغض النظر اللي بتشوفه أنت بالسلوكيات الاجتماعية والبروتوكولات وتعاطينا مع بعض. فبدك تكون أنت عندك ذكاء وحكمة لحتى تصفي هالناس وتحارس، ودائما تتأكد أنه اللي حواليك دائما هم ناس مثل اللي بهالصورة، ساندينك وانت ساندهم لحتى مع بعض تتقووا في هالحياة. وكمان يكون عندك بالإضافة لهالإدراك يكون عندك الجرأة، عندك الجرأة والشجاعة لرؤية الواقع كما هو، تطلع بالمراية تشوف أنا عندي مشكلة، هذا واقعي، لأنه غش الذات ما حيوصل لنتيجة. لأنه فقط لما أنت يكون عندك الجرأة تطلع بالواقع بصراحة، حينها عند هذيك اللحظة حظوظ نجاحك بمواجهة الواقع بطريقة إيجابية حتزيد، ولا بتكون عم تعيش بالوهم. وكمان يكون عندك الجرأة تحكي الحق والحقيقة والصراحة، لأنه بس الحقيقة هي اللي بتحرر. الكذب هو حبس، سجن بتقعد فيه وكل يوم بيزيد صعوبة وكل يوم بيضيق عليك أكثر. الحقيقة هي الوحيدة اللي ممكن أنت تنقذك وتساهم وتساعدك أنه تتطور وتواجه الحياة، لأنه إذا ما تعاطيت مع الحقيقة عم تغش نفسك، لأن الواقع بعده موجود بس أنت حاطط بعقلك بذهنيتك واقع تاني خيالي عم تعيش بكذبة. بس أنت حياة مش حتنطرك، الواقع هيجي يصحيك إلك تعال وين عم تهرب، شو بدك باللي عم تفكر فيه أنت، بدك تتعامل معي، ما في مهرب، صح؟ فيجب أن تقول الحقيقة وتعاطى معها قد ما تكون صعبة. كمان لازم يكون عندك الجرأة لحتى شو؟ لحتى أنت تاخد تحمل مسؤولية ذاتك، مش تحمل مسؤولية ذاتك للآخرين. ها هي قيادة الذات، تتحمل أنت مسؤولية ذاتك وواقعك، وأهم شيء كمان تاخد تتحمل مسؤولية تحقيق كل إمكانياتك،
كل الإمكانيات اللي أنت الكامل اللي جواك اللي ممكن هي تفتح لك أبواب النجاح والتطور والحكمة والذكاء والتقدم، هذا كله مسؤوليتك أنت تحقق هالشيء، أنت تطور حالك ضمن إطار الإمكانيات الموجودة عندك. وكلنا عنا إمكانيات، يعني كلنا عنا بحر من الإمكانيات اللي يعني يدوبك نحن مبلشين نستغل فيه، لأنه يعني هيك طبيعة البشرية، منتهرب وكسلانين وشوي منخاف، وهالاحتياط الكبير اللي عند كل واحد منا من هالإمكانيات الموجودة القوة الكاملة ما بنستغلها. وكمان يكون عندك الجرأة، يكون في معنى لحياتك، يكون في هدف سامي لحياتك، لأنه لو يكون في معنى لحياتك حياتك بتصير ما حتروح المشاكل، بس حيكون عندك مصدر أساسي من القوة، مصدر أساسي لمواجهة أمور الحياة، مصدر أساسي لحتى يعطيك الطاقة الكافية لحتى أنت تمارس حياتك القيادية بحياتك أنت الذاتية، لتحمل مسؤوليتك وتعامل مع حياة وتطور نفسك وتعيش كم لحظة حلوة بهالدنيا هذه. هذه مشوارك بالحياة تكون أنت اختبرته إلى أفضل بأفضل طريقة ممكنة بالرغم من مشاكل الحياة، وتعرف كيف تزيد لحظات السعادة وتستغل كل لحظة سعادة وكل بريك، كل فرصة الحياة تعطيك إياها بأنه يجيك شوية هدوء قبل ما ترجع تجي العاصفة، مثل الطقس تنبسط بالربيع وتنبسط بالصيف لأنه عارف أنه لابد أنه حيجي خريف ولابد أنه يجي شتاء ويجي معه العواصف، فبدك تعرف يكون عندك ذكاء والشجاعة لتستغل هالشي. هلأ اللي لازم تعمله بعد هالكل هالمحل اللي حكينا فيه هلأ بموضوع أنه أساسات الفكرية والذهنية والفلسفية لموضوع قيادة الذات، هلا تتطور بس ما تعرف كيف تقود نفسك حسب المبادئ اللي حكينا فيها. طبعا عم نحكي نحن بشكل عام لانه هذا بده شغل كتير 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 بده شغل، والحمد لله هلا وفقنا انه خلقنا الكثير من الدورات والبروغرامز والسيمينارز وورشات العمل اللي بتفوت بالعمق بهالموضوع وبتحولك يعني من انسان عم يتطلع بالحياة بشاشة سوداء سوداء وبيضاء الى واحد عم يتطلع بحياة يعني هاي ديفينيشن من بوضوح أكثر لحتى يعرف كيف يتعاطى مع الحياة. فبعد ما أنت تكون فهمت هالموضوع شو بتعمل هلأ؟ بتفكر بالآخرين وبتقول لنفسك مثل ما أنا عندي صعوبة، مثل ما أنا عندي تحديات وكل الشيء اللي حكينا فيه بهالمحاضرة هذه من أول هيدا هلأ، مثل ما أنا هدول جزء من واقع تبعولي، كل إنسان تاني عنده نفس الحالة. لما تبلش تفكر بهالإطار هلأ بتكون أنت حطيت حالك في على مسرح أنه تقود الآخرين، لأنه أنت مثلك مثلهم، الحياة اللي عليك مثل ما حياة عليهم. مشان هيك تفهم الآخرين تفهم نفسك منيح هو أساس، مشان هيك أنه تقود حياتك بذكاء قيادة الذات أساسية، لأنه هي المفتاح لحتى تفهم كيف تقود الآخرين، لأنه تطلع فيهم وقول لنفسك أنه هدول مشاكلهم مثل مشاكلي، لأنه نحن اثنيناتنا بشر ننتمي للجنس البشري وعايشين على نفس الكرة الأرضية بنفس المحيط البيئة، فلا بد أنه مشاكلهم مثل مشاكلي. فهذه هي المفتاح أنه أنت تقود الآخرين، لأنه من خلال فهمك لمشاكل نفسك وتغلبك عليهم أنت تجهز نفسك وتهيئ نفسك لحتى تفهم وتقود الآخرين، وتفهم كمان أنه حياتهم صعبة، تشوف حياتهم تطلع فيها بجرأة وبمحبة وباهتمام، شيل هدول الكلمات، شيل الجرأة والمحبة والاهتمام، انسى عمل القيادة، لأنه جزء من العمل القيادي هو تقود نفسك، بجزء الثاني الأكبر بعد ما أنت أو فيما أنت عم تقود نفسك كمان تقود الآخرين اللي حواليك، كل واحد حسب مشاكله، هدول اللي بالصورة عندهم مشاكل معينة، في ناس تانيين عندهم غير مشاكل، في ناس قاعدين بقصور عندهم مشاكل، في ناس مدراء عامين عندهم مشاكل، في ناس عندهم الملايين والمليارات عندهم مشاكل، ما حدا ما عنده مشاكل، ما حدا ما بيمرض، ما حدا أولاده ما بيمرضوا، ما حدا ما عنده صعوبات، ما حدا ما عنده ليالي ما بيقدر ينام فيها، ما حدا ما بيشغل باله على أولاده على محبينه، ما حدا يعني في على راسه خيمة ما بينصاب بالأمراض العضال، ما في حدا. شوفوا هلا الوضع حواليكم، شوفوا على البشرية ما في حدا على راسه خيمة. فبدك تشوف هالشي وتشوف شو مشاكل الناس وشو بتعمل، مثل ما عملت لحالك تعمل عليهم كنت، شو بتعمل؟ بتخفف عنهم، بتساعدهم انه يستمروا وينمو. فنفس الشيء المجهود اللي انت بتعمله لحتى تقود نفسك نحو حياة افضل، شو بتعمل؟ بتعمل نفس الشيء لتقود تساعد ان تقود الاخرين لحياة افضل، بتخفف عنهم. شوف الصورة كيف عم يخفف عنه، ان كان صديقك، ان كان اهلك، ان كان اهل بيتك،
إن كان شريكتك أو شريكك بالحياة، إن كان قبيلتك، إن كان أهل بلدك، إن كان الإنسانية كلها، قد ما فيك توصل بيكون منيح. طلع حواليك أي حدا ممكن أنت تخفف عنه مثل ما أنت عم تجرب تخفف عن حالك، بيكون هذا عمل قيادي. هذا هو العمل القيادي، هذه هي القيادة، أنه أنت تحب الناس مثل ما بتحب نفسك، وتهتم بالناس مثل ما تهتم بنفسك. وبينما أنت عم تقود نفسك بمواجهة صعوبات الحياة لحتى تستمر وتتطور، تساعد الآخرين كمان هم يقودوا نفسهم بمواجهة الحياة لحتى يستمروا ويتطوروا. بنظري، بفلسفتي أنا للقيادة وفلسفتي للحياة، هاي جوهر القيادة. حتى بالنسبة لي هذه مش جوهر القيادة، هذه حتى أكثر من القيادة، هذه أكثر من القيادة. هذا سمو روحي وسمو فكري، هذا سمو إنساني، أنه أنت تكون بلسم ومرهم يشيل أوضاع أو يخفف أوجاع الناس اللي حواليك. هاي قمة العمل القيادي، قمة أنه تكون أنت تمثل ما الإنسانية هي فعلا ما عليه. فإذا أنت مارست هالشي بحياتك وعملته أساسي وتعلمت كيف تقود ذاتك مثل ما حكينا ضمن الفلسفة التوجيهية اللي حكينا فيها، وامتلكت ما يكفي من المهارات والعدة وال 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 والمعرفة والقيم لحتى تقود نفسك، واستعملت نفس الشيء هذه مما كل ما يعطوك إياه تجربة ما حكم من حكمة لحتى تساعد الآخرين، أنت مش بس عم تمارس العمل القيادي، أنت عم تعطي معنى جديد للفكر القيادي. وأنا برأيي ما في أسمى وأشرف وأنبل وأرقى وأزكى وأروع من هالشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة لي هاي فلسفتي بالحياة، وهاي فكري فهمي للقيادة. وإذا حدا عنكم منكم عنده أي سؤال، أنا يعني مستعد، حتى مش بس سؤال إضافة، أنا مستعد أعمل جهدي لحتى أجاوب على أسئلتكم. نعم مايكل، بعدنا مصدومين مايكل، بعدنا هيك بدنا شوي لنرجع الحياة. صح. أنا عندي سؤال مايكل هيك يعني بهذا الموضوع إذا بتسمح لي. تفضلي. أنا بس بحب أعرف إنه أمرار مثل ما قلت في ناس عندها مشاكل أكثر من ناس، وأمرار بتكون قاعد أنت والمشاكل لفوق راسك، وبيقعد بوجهك شخص بيحكيك بموضوع يعني بتحس إنه ما معقول أنت عطلان هم هيك موضوع وأنا غاطسة بمئة ألف مشكلة. صح. سؤالي لإلك إنه إذا أنت جيت قسيت عليه وقلت له إنه لا شو هالمشاكل اللي عم تحكي، يعني you cannot compare. صح. You know إنه it sounds insensitive، بس كمان بدك توعي الشخص إنه ما غيرك كمان عنده مشاكل. So بس هي ال يعني كيف what do you do in this sense يعني. بشوفي اللي عم تحكيه نادين، يعني it's a part of reality، يعني كل واحد مختبر هالشي. بتكون انت بنص المصيبة، وين فكرك وهمك، يعني انجا رجليك يحملوا هالهم اللي عليك، وبتقعدي مع ناس وهن بعالم تاني. هلأ وموضوع مزعج لا بيكونوا هيك، خاصة لما بيكون عندهم يعني حد أدنى من الأول لازم من الحساسية، إذا هن بيعرفوا وضعك لحتى يقدروا هالشي، وبدل ما يحكوا على هن يعني أمجادهم ولحظات الفرح تبعهم وكيف امورهم هن ممتازه، مثل واحد يعني بيته مليان اكل عم يحكي قدام حدا جوعان قد ايه هو بيحب واشترى اكل وشو طبخه وحلويات، فبدها نوع من الحساسيه. هلا اذا ما عنده هن الموضوع، يعني وات كان يدو، شو فيك تعملي؟ هلا في خيارين، في خيار يا عزيزتي نادين، في خيار انه تقولي له انه حبيبي يعني عند ما عندك حس شوي، يعني شوي الدم، يعني شوي يعني ما عم تشوف نحن المصيبة اللي فيها، يعني شوي على الأقل ما تخبرنا هالشغلات، يعني إنه كيف يعني عم تحكي، عم تشوف نحن واقعنا وأنت وين ونحن وين، طب شوي تعاطف معنا، ضروري تحرقنا بهالكلام يعني أو هيك تخلق هالنوع من الـ من الـ من الأذى. هاي واحدة منهم. واحدة تانية اللي قالك شو بتعملي، بتضحكي أنت بينك بين نفسك نديم، وبتقولي إنه من محبة، هاي وهي طبعا بدها قوة، ها بدها قوة،
بتقولي يسعد الله على ايامك الحلوه هلا، اتهنى وانجوي وانبسط، عالمه مدركه بينك وبين نفسك انه يعني guess what، الله اعلم شو جاي على الطريق، الله اعلم شو هو عنده مش عم يحكي، يمكن عم يخبي او هو بالنكران صح، او الله اعلم يعني شو عنده معطيات. ف يعني انا في اوقات مثلا مر علي كمان ظروف كتير صعبه، او يحكوني بعض الاصدقاء هذا عم يبعث لي صور مش عارف من اي بقعه من العالم، هذا بمش عارف اي حفله، وهذا باي جزيره، وهي هذا يعني بمحلات خلابه ومبسوطين. طيب بيني بنفسي بقول انه طيب يا عم، طب ما حسوا، طب ما شوفوا، شايفين نحن شو وضعنا، ضروري تبعت هالكلام يعني، ضروري هالصور. طب يعني مثلا بتكوني شو كمان نديم، لقلك شو بتحكيهم شوي من منطلق الصداقه، شوي عن مشاكلك، شي كلمه كلمتين ثلاثه كلمتين، ها لسه بلشتي تحكي immediately فورا حور الحديث، صار عم يحكوك عن اخبارهم وقد ايه انبسطوا وقد ايه، وانت عم تقولي انه are you for real، يعني طبيعي انت يعني معقول، طب اعطيني بس دقيقتين تسمع لي، بس خليني فضفض، بس شو بدك تعملي، هيك البشر. ف مثل ما قلت لك one choice تقولي له حبيبي شو ما عندك دم، اسكت شوي الله يخليك، وطريقه ثانيه تقول بينك من نفسك تقول تهنى حبيبي تهنى، enjoy while it lasts، لانه مش تشم مش شماته، ومش انه عم تنمي له بالخير، عارفه طبيعه الحياه ما في شيء بدوم، لا الاخبار لا الايام الحلوه بتدوم ولا ايام الصعبه بتدوم. الافضل استراتيجيه نديم لانهي سؤالك انه you have to be strong. يلا يلا لحظه، انه you have to be strong، there is no alternative to being strong، لانه اسمعي لك في لحظات بالحياه نديم حتمرق، اقرب اقربائك اهلك امك وبيك اذا موجودين الله يطول عمرهم، اكثر ناس بتحبيهم حيكونوا حدك، بس ما في شيء بيشيل وجعك الا من جوا، حتشوف في اكثر شيء بحبك موجود حدك، ها امك بيك صديق وعزيز صح، حتشوفي انه حتى اذا جربوا، حتى فعلا عم يجربوا، حتى لو من قلبهم عم يجربوا، هن عم يجربوا هن يساعدوا بكل النوايا الطيبه، بس ما في شيء حيفيد الا انت تكوني صلبه ومتينه من الداخل. مشان هيك القياده، مشان هيك دائما انا ركزت بحكي اللي حكيت فيه انه be strong stronger than your reality، the moment you find strength for your reality and you can do that then حصنتي حالك من جوا، اخذتي هالفاكسين اللي من جوا، وبعدين اللي برا اللي بيجي من برا خلاص نحن لها، يعني شوي بلاتي هي احسن، بنمشي حالنا وبيمشي الحال. بس انا فاهم كلامك ومعك حق، there is no substitute for being strong. Thank you. نعم. ممكن نخطط. معنا مبارك عندهم سؤال. تفضل أخي مبارك. تفضل. نعم. أول حاجة أشكرك مايكل على المحاضرة القيمة هذه الله يسلمك. في نقطة مهمة جدا اللي هي الحين إحنا القيادة عندنا عبارة عن تحقيق إنجازات. هذه يعني هذه هدف القيادة، يعني القيادة في النهاية. زين. حاليا الآن الوضع الصعب أو الصورة السوداوية اللي شفناها. يا انها تخلق عامل حافز حق الناس على اساس انها تعمل نقله في حياتها صح. او انها تعالجها ثم ترجع ثاني مره حق الوضع السابق صح. احنا عندنا في الخليج او يعني في دول خليجيه نلاحظ احنا نعالج مشاكلنا ثم نرجع لوضعنا السابق صح، ولا نعمل نوع من الجامبينج او تحقيق تقدم او خطوه اضافيه للامام. فهنا كيف تشوف يعني العمليه احنا عندنا بالنسبه للقياده في دول الخليج، انا اتكلم في الحكومات وكذا، كيف تشوف يعني شو اسمه، وعلى اساس ان احنا هل احنا نعالج ازماتنا او احنا نستفيد من ازماتنا؟ صح كلامك اخ مبارك، مفهوم القياده عند البعض هو بس تحقيق الانجازات خاصه الانجازات الضخمه، وهذا إلى حد معين جيد وسليم، خاصة إذا كان هالإنجازات هذه فيها خير ومنفعة للعالم كله، بالعكس شيء كتير حلو، شيء كتير حلو. هلا أنتم محظوظين والله يزيد عليكم، يعني هل الله يبارك باللي عندكم إياه ويزيد عليكم وتتهنوا ويحميكم كمان من كل مكروه إن شاء الله، يعني ويخليكم ببلاد أمان وبحبوحة. أنتم حظكم رب العالمين يعني أشاء إنه تعيشوا في فترة فيها بحبوحة، والناس لما بيعيشوا بحبوحة بتنسى أوقات بينسوا. بس أنا أكيد إذا سألت والدك إذا موجود الله يطول عمره
أو جدك كمان وجدودك اللي قبل، يعني حتى أهل الخليج، حتشوف إنه الحياة كانت مثل ما أنا كنت عم بحكي هلا بهالمحاضرة وأصعب كمان قبل البركات اللي جابت اللي إجت من وراء موضوع النفط. فطبيعة الإنسان هيك، هاي طبيعة الإنسان، هاي طبيعة إنسانية. هلا شو دور العمل القيادي؟ دور العمل القيادي إذا أنت ذكي وشاطر إنه تحذر الناس من هالموضوع. يعني هقول لك شيء، انت هلا ناخذ على مستوى العائله، دورك انت كقائد للعائله انه عم تشوف اولادك يعني مطمئنين للحياه، مطمئنين للحياه، وانه يعني نظرتهم للحياه كثير فيها فرح وبساطه، ويعني فيها تفاؤل زياده عن اللزوم، لانه ادراكهم مش مثل ادراكك. لما بتشوف ان عائلتك بهال ماشي بهالاتجاه، انت دورك كقيادي لا توضح لهم ان الامور مش هيك، الدنيا مش هيك، اللي عم نمشي فيه هلا منيح في بركه تهنوا، بس مش هيك، الدنيا فيها امور صعوبات، حضروا حالكم، لازم تكونوا جاهزين، لانه ما في شيء يدوم، لا شيء يدوم الا وجه الله. انا بتذكر حادثه صارت معي شخصيا، عندي بنتي الله يخلي اولادكم عمرها 15 سنه، من مده هيك من شي سنه عم نحكي نحن هيك كنا عم نتحدث حديث حلو بيناتنا مع بعض، يعني بموضوع قريب لهالموضوع. فقالت لي بس شو ممكن، بس الحياة كتير حلوة، يعني ليش هالشي الحلو اللي نحن عايشينه لحد هلا ما يستمر؟ ليش؟ بالعكس كل شيء ماشي منيح، وانا عمري صار 15 سنة، ويعني بعطيني سبب انه الحياة التانية، يعني العشرين الخمسين السبعين سنة التانية ما تكون نفس الشيء. فحبيت اصدمها، قلت لها شو رأيك لو انا بكرة ما صحيت؟ بس لاصدمها، بيصير لما بيصير فورا صار في صمت، ومش بس هيك صار نزلت كم دمع بعيونها، كأنه وعيت انه هالبركة اللي هي فيها حواليها اهلها وامورها مرتاحة وماشي الامور وكل شيء عم ندللها وعايشة بحبوحة، انه هذا ممكن بلحظة واحدة يروح. وفعلا اللي حصل انه الله يطمن عمل اهلكم، والدتي جدتها بعد شهرين انتقلت يعني من هالعالم الى العالم الافضل. فكانت الصدمة اللي جابتها للواقع انه لا، بدنا نحن نكون واقعيين، قد ما نكون عايشين ببحبوحة الدنيا مش كلها هيك، والدنيا حتى في أماكن البحبوحة مش كل الوقت هيك. فدورك القيادي أنت تمرن أولادك لحتى إذا رحت أنت وانتقلت أو سافرت أو إن سافروا وراحوا على يشقوا طريقهم، هم صار معهم مشاكل بالحياة ودولاب الحياة برم وهو حيبرم، واضح؟ إذا صار هالشي يكون عندهم ما يكفي من القوة والحكمة ليرجعوا يوقفوا عجريهم، ولا حينصدموا، ولا حتصدمهم الحياة لأنه مش مجهزين، حيركعوا عجريهم. إذا الحياة زتتهم في حلبة مصارعة، إذا ما عندهم أو ملاكمة، إذا ما عندهم القوة لحتى يتصارعوا مع الحياة حيتكسروا. فنفس الشيء أنت دورك كمؤسسة أنه الأمور هلا كلها ممتازة، مثلا قبل هالمصايب اللي صارت في العالم مؤخرا الأمور كانت ممتازة، اللي يفكر الامور كلها ماشي هيك واجت هالصعوبات هذه الاوبئه والاقتصاد، راح انهار البزنس كله، طار العالم، راحت على بيوتها وسكروا، عشرات سنين من الشغل بلحظه راح. ليه؟ لانه مش حاسبين حساب الممكن، ما عندهم كونتينجنسي بلان، مش حاسبين حساب انه ممكن الدولاب يبرم وانه الدنيا غداره ومش هيك الامور. فعملك القيادي يتطلب في العائله وفي المؤسسه وفي الشغل وفي البلد تربي الناس بهالذهنيه وتعودهم وتعطيهم امكانات القوه لحتى اذا برمت الدنيا وحتبرم، لانه هاي قانون الحياه، يكون عندهم مقومات الصمود ومقومات يرجعوا يوقفوا عجرهم ويستمروا. اذا ما صار هيك الحياه حتشلهم تماما، لانه ما بترحم الحياه، ما بترحم اللي منه مستعد. ما حد تسونامي لما بيجي ما حيقول لك انه انت مستعد ولا مش مستعد، خلص حيجي على الكل. لما لا سمح الله هذاك المرض الشنيع اذا ضرب، ما حيقول لك والله مين ابوك وامك وشو عندك مصاري وبيتك قديش حلو ولا مش حلو، حيضرب. اذا زواجك كان فاشل لا سمح الله مصيبه حلت، يعني اذا حدا من اولادك مرض، اذا طار البزنس، صار في حروب، صار في مشاكل، ما في رحمه. فشغلتك كقائد تربي قاده. وشو أهم صفات القيادة؟ أنه يكونوا أقوياء، فحفزهم وعيشهم وجيبهم للواقع بدون ما تخرب عليهم الدنيا، بالعكس يعني ما تخرب عليهم الأمور، خليه يتهنوا، بس كون واقع، يكون حريص أنه كل إمكانيات القوة بدون ما تسود عليهم أيامهم، صح؟ تكون موجودة بين إيديهم. أنا عندي سؤال فيز. أهلا 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 ستنا هانيا، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، شكرا على الكتابات الحلوة على الفيسبوك. الله يخلي لي اياك، اشتقت لك. قولي يا عمري. مايكل، قولي. سؤالي شوي مختلف عن القيادة المباشرة اللي هي يعني السلف ليدرشيب وعلاقتها بالحياة المباشرة لإلي أو لبيتي. صح. سؤالي هو إنك أنت لما تكون إنسان مثلا مبدئي ومقتنع تماما إنك أنت واجبك تشتغل لقضية ما. صح. وإنك تخاذلك عن هذا الواجب هو تخاذل بمباشر بخص قناعاتك وإيمانك ووجودك وقت اللزوم. صح. وعم بحكي عن قضايا عامة، يعني عم بحكي عن قضايا سياسية أو عم بحكي عن قضايا نسوية، قضايا مجتمعية بدها مثلا تنظيم مجتمعي إلى آخره. صح. وين الواحد، سؤالي لك هلا، وين الواحد برسم الخط لدفع الأثمان؟ يعني قديش مقابل قناعتك إنك أنت مش لازم تكون سلبي اتجاه مبادئك وعندك الجرأة الأدبية والجسدية والوطنية إنك تواجه، بالمقابل الأثمان ممكن تكون مرتفعة جدا، يعني حقيقي مرتفعة. صح. وعم بحكي على أثمان حقيقية. واضح. فوين الميزان؟ كيف بتشكل هذا الميزان؟ وين بتوقف؟ وإيش المعايير اللي بتخليك توقف أو تكمل؟ أوكي. مش عارفة إذا فاهم سؤال. واضح جدا جدا، واضح السؤال، واضح. شوفي بالحياة يعني بنوجد عادة بهيك بظروف، خاصة الناس اللي عندهم اهتمام بالأمور التانية، يعني أكبر من بيئتهم، أكبر من عائلتهم، أكثر من شخصهم يعني مباشرة. شوفي، اتعلمت حاجة، انه كل فضيلة لا تمارس بحكمة تتحول الى رزيلة. شو يعني؟ يعني بتصير ضارة. يعني مثلا انت كريمة، صح؟ بيجي الناس بتكرميهم، بس اذا فتحت البراد وطعمتيهم كل شيء وبطل عندك اكل لألك ولأولادك ومات أولادك من الجوع، هذا بطل كرم. بده يكون مع هالفضيلة اللي عندك ياها، لأنه أنت تتناضلي وتكافحي وتساهمي بعمل قيادي لقضايا عامة، قضايا مجتمعية بتفيد الكل، صح؟ مع هذا كله لازم يكون في مع هالحماس والغيرة حكمة. لقلك ليش؟ لأنه ما فيك تمارسي أي عمل قيادي، خاصة بالشيء اللي عم تفضلي أنت فيه، بدون تمن. يعني موضوع التمن is ما في تفاوض عليه، non negotiable. لأنه اللحظة اللي أنت بتروحي بتحركي المجتمع وبتحركي المؤسسة وبتخضيها هيك وبتزعزعيها لأهداف قيادية، يعني كمداخلة قيادية، كخطوة قيادية لحتى تخلقي إمباكت ومساهمة معينة، الناس مش هتسكت، في ناس هتطلع ضد. وهالمجتمع المنظومة هذه، خاصة الناس تضرروا باهتمامك أو بطريقة شغلك، يا يدافعوا عن نفسهم يا عن مصالحهم يا عن تفكيرهم، وحيصير في ردة فعل أو مقاومة. وهذه المقاومة يمكن تكون يعني إلا ما يكون عندها أسمان، ممكن تكون أوقات كومبليتلي ناجحة وتلتغي أنت نهائية من الصورة، وممكن ما يلغوكي بس أنه تتأذي. فالواقعية تتطلب أنه تكوني انت مش جاهزه للموضوع. يعني حكيت هلا انا مثل حلبه المصارعه، انت حلبه المصارعه هي الساحه اللي انت بدك تفوتي عليها، اللي هي القضيه اللي بدك بجرد ما تفوتي ما فيك تقولي انه انا ما بدي انضرب. لا حبيبتي، حتنضربي اكيد، ما انت فات خلص فتي على الموضوع، صح؟ وما فيك تقولي انه انا بدي اسدد كل الضربات وخصمي ولا يمكن يضربني ضربه واحده، لا، لانه مش كل مداخلاتك حتنجح. فطالما دخلت على هالمضمار خلص في اصول اللعبه، حتضربي تسددي لكمات والناس الثانيين حيسددوك انت. فالثمن ما في منه مهرب. هلا وين الحكمه؟ الحكمه انه تعرفي كيف ما تتحمسي زياده عن اللزوم، لانه ما بدك تطلعي بالضربه القاضيه. اذا طلعتي ضربه قاضيه دين ما في بكره، بكره خلص يعني المجتمع او القضيه هذه اللي عم تحاربي انت من اجلها خسرتك، ويمكن خسرت شخص اساسي وذكي وحماسي وعنده نوايا منيحه. فانت مصلحتك انه انت شو تداري حالك بطريقه لحتى تضلي باللعبه. في دايما انا مثل، دايما انا في مثل بساله، مثل بساله يعني سؤال بساله لما الناس بتحضر معي المحاضرات هيدي الدورات اللي بعملها، انه شو اول مسؤوليه عند الاهل تجاه اولادهم؟ شو اول مسؤوليه؟ هاتوا لاشوف شو اول مسؤوليه. حماية نفسهم. بالضبط. في الناس، ياما الناس بتحكي انه التعليم والصحة والاكل والمسكن والملبس كل هذا كله صح 100%، والتربية كله صح، بس اول مسؤولية عند الاهل تجاه اهلهم انه هن يبقوا احياء وبصحة منيحة. لانه كل يوم انت طيبة
هذا هاي هدية لأولادك. كل يوم صحتك منيحة هذه هدية لأولادك، كل يوم أنت على قيد الحياة وجنبهم هدية لألهم، لأنه إذا مش اليوم بكرة حيحتاجوكي. فنفس الشيء بالنسبة للقضية اللي أنت عم تعاطي معها، بدها كتير حكمة، لأنه إذا تحمستي والسيستم هذا اللي هو تسونامي يعني أقوى من أنه أي شخص لحاله يواجهه طيرك، طب شو كله أنت خسرتي والقضية خسرت. فبدها ذكاء، مش هيك أساسي بالموضوع علم القيادي، علم حكمة يعني فن التفاوض أساسي، فن الاتصال أساسي، يكون عندك political intelligence يعني فن الذكاء السياسي من منطلق مش سياسي التقليدي، من منطلق أنه تفهمي أنت الخريطة، وين مراكز القوى، وين مراكز القرار، وين مراكز الإدارة، وتعرف الإدارة وتعرف كيف تتفاوضي معها لحتى تضلك طيبة، لأنه إذا أنت رحتي كله بيخسر. فبدي يكون عندك ذكاء أنت تعايري الضربات والمداخلات بشكل أنه تعملي إمباكت بس ما تدفعي ثمن غير قادرة على أنه أنت تتحمليه أو يطلعك برات اللعبة. شكرا مايكل. أهلا أهلا هانيا. طيب نأخذ آخر سؤال، إذا في آخر سؤال مشان ما نطول عليكم، صارت الساعة 9:07 يعني طولنا شوي. أنا مرحبا. اهلا هدى، بدك تسال سؤال اهلا هدى تفضل. اهلا مايكل، كيفك؟ اول شيء ثانك يو للمحاضره اللي شوي بسمستك اول شيء، بس انه فهمنا العبره منه. هي بسمستك بسمستك لتوصلك يعني 30% من القصه، 30% من الموضوع انه الحياه صعبه، 70% من الخبريه هذه انه انت اقوى من الحياه. صحيح، بس انا بس عندي كومنت على هذا، هاو تو بي اقوى من الحياه، الفايف بيلرز اللي انت تفضلت فيهم. صحيح. اي ثينك ذا فيرست بيلر يلي هو اصعب واحد هو معرفه الذات. صح، يلي اي ثينك ات واز جاست ا كومنت، اف يو كود اكسباند اون ات ان يور نيكست كونفرنسز اي ثينك ات وود بي فيري انترستينج. بالكورس هذا بالسيموليشن اللي بنعمله هذا تبع الفور دايز، يعني نصه تقريبا بيروح على كيف تعرف ذاتك، فهذا بياخذ مني، لان نحن نبلش بالحديث بده يومين كل يوم شيء 15 ساعه بس. خلي لك شغله، ويا دوب نحن بلشنا، ومش بس هيك، هذه بدايه المشوار، لانه حتى لو قضيتي كل عمرك، عمرك صار 70 80 100 سنه وان شاء الله 200 سنه كمان، لا تكفي لتفهم نفسك، لانه كل انسان يعني شو بدي اقول لك، كون بحد ذاته، مثل ما هذا القول الممتاز، انه تحسب انك جرم صغير وقد استمعت فيك الاكوان. ف يو تيك ماني، يو نيد ماني لايف تايمز لحتى تفهمي حالك وتفهمي الناس الاخرين. بس هو مثل ما تفضلتي، هذا هو الاساس، ونحن ندفع ثمن غالي جدا جدا جدا، نعمل اخطاء كبيره، ستوبيد ميستيكس سام تايمز، يعني من اخطاء غبيه، ويعني بنزيد على صعوبة الحياة صعوبات اصطناعية نحن ضفناها، كأنه الموجود ما بيكفي من وراء، لأنه ما بنفهم حالنا من وراء، ما بنعرف أهوائنا، ما بنعرف نزواتنا، ما بنعرف الامبولسيفنس تبعيتنا، ما بنعرف الجوع، الهنجر، الايموشنال، الجوع العاطفي اللي عندنا اياه، ما بنعرف ضعفاتنا، فما بنعرفهم هدول، وما بنعرف كيف نديرهم ونتغلب عليهم او تو مانج ذم يعني، وبنعمل اغلاط، فبنزيد حياتنا تعقيدا، كانه هي الاساس، ما يعني لا تكفي تعقيد. بس انا معك، هذا كلام اساسي، واقتراحي لك، انت وين ساكنه؟ سكان وين؟ بيروت. طيب نيكست تايم بس ما نعمل سيموليشن، احضري معي، ما عم بتهرب من الحديث، بس هذا شو يعني، يعني هذا لحاله بده دكتوراه، فكمان اتنت، وبترح تكون رح منفوت بنغوص بمده يومين او ثلاثه او اربعه، يعني في بحر من الموضوع، وبتطلعي منه فهماني حالك بطريقه يعني ولا بتخيالك انه انت كنت عارفه حالك، لانه بنحط ميرور قدامك وبتشوفي حالك من زوايا ولا يخطر على بالك انه انت هيك. طبعا جزء منه بيصدم، بس جزء منه كمان كتير حلو، لانه كمان بيبين جمالك لما انت بتشوفي حالك يعني بعدسه نظيفه، بتشوفي جمالك وبتشوفي ضعفاتك كمان. انا صار لي مده ايام كوفيد عم بعمل ام دوينج ديجيتال فيديو لايبراري من الافكار اللي عم نحكي فيها هلا، وعملنا يوتيوب شانل في تقريبا اكثر من 150 فيديو بموجوده بمايكل كولي شانل على اليوتيوب، يو كان سبسكرايب تو ات، اتس اول فور فري. فهال 12 او 14 كتاب اللي اشتغلت عليهم، في بعض منهم شي كتابين ثلاثه لم ينشروا بعد مع انه جاهزين، عم نحول الجزء الاساسي من رسالتهم الى فيديوز ديجيتال، لحتى اللي ما عنده قدرة بهالظروف هدول يقرأ ويتعلم،
من خلال الفيديوز اللي كلها طبعا بلاش بدون مقابل يتعلم وتوصل المسج للناس. ف بشجعكم تو سبسكرايب لحتى كل يوم يجيكم فيديو صغير من نوع الكلام اللي عم نحكي عنه. It will help you grow, يعني as it has helped me grow. طيب في آخر الكلام ألف شكر على وجودكم معنا كل مع بعض, يعني معي وكلتنا مع بعض. عسى إنه يكون اللي حكينا فيه عمل فائدة. This is the beginning of the journey of self-leadership and how to lead. ومنضلنا متواصلين. أي comments, أي أفكار, أي مساهمات, يعني contributions بالفكر, بعتوا لي, خبروني, تواصلوا معي, وإن شاء الله بنضلنا متواصلين. وتضلوا بخير. Take care of yourself. Life is tough. Take care of yourself and believe in your strength. شكرا مايكل, شكرا على وقتك, شكرا على جهودك, شكرا على تواصلك. جزاك الله خير على هذا الطرح القيم. شكرا بارك.